السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا يا ربي على خير وبخير ان شاء الله بصحه جيده. شكرا بناتي كي دعمونا وكي تابونا وعدنا الهلا يخطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه اتوب بحرير دبي. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد ان شاء الله نختصوه بالتوب ديال الحرير ساتان دوسوا مزوق حرير. التوب ديالو شي حويجه زوينه امبريمي، شي حويجه اخر موضي صيحه الموضه ديال الطروادي، شي حويجه كاليتي تبارك الله. كيجي التوب ديالو حرير نازل. وبالنسبه للثمن كيف ما قلتكم اتوب بحرير دبي دائما كتعطيكم البضاعه الممتازه والثمن اللي هو جد مناسب، دائما كتلقاو عند اتوب بحرير دبي. بالنسبه لهذا الثمن ديالو كيدير 150 درهم تفصيله، والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. ومن ناحيه الثوب كاليتي الجوده العاليه كيف ما قلتكم اتوب بحرير دبي كتعطيكم شي حويجه زوينه، ماشي من داك النوع اللي كيتكمش ولا دابا ان شاء الله ما جاي غير فصل الربيع والصيف. تنجبد لكم ثويبات هكا مزيونين. مرحبا بكم البنات، رمضان مبارك سعيد كل متمنيات ان شاء الله لزبنائنا الكرام. مرحبا بكم لجميع المتمنيات ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهذا التويب هذا كيف ما قلت لكم حرير تبارك الله كيجي نازل، وجاو فيه عده الوان، جاو فيهم زواقات تبارك الله مزيونين، غنشاركهم معكم كاملين. كاين كذلك هذا اللوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى اللوينات. اتوب حرير دبي دائما كتعطيكم الجوده البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان تبارك الله، والثقه الكليان هي الاساس. واللوينات دائما كتلقاوهم ديال الوقت، شوفوا تبارك الله هذا بحال دابا بغيتي ديروه جليلبه اولا بغيتي ديروه قميص، قميص هكا من تحت جليلبه كيف ما درت لكم فيديو سابق، درت لكم مع كريب دو سوا هذا ديروه معاه مع الموف مع هذا الفيغ كلوغيكس مع اي لون بغيتو مع النوار تبارك الله، يجي قميص اولا يجي جليلبه لكم الاختيار. والثمن جد مناسب فقط 150 درهم تفصيله، والمتر 2 متر ونص. شوفوا تبارك الله تضخيم وعلى زخرفه الالوان، وبينت لي خارجين دابا لا مود، وشي حويجه كاليتي سيني ديال طروات دي، شي حويجه كاليتي سلك 100% سلك، شي حويجه زوينه والجوده دائما ممتازه باش كنكسبوا الكليان، والثقه ديال الكليان دائما هي الاساس عندنا. شوفوا تبارك الله على التضخيم، غادي يصلح مع شي جديد في البلوغوا اولا في الموطاغ اولا في الموف بارد، يعني لكم الاختيار. والثمن جد مناسب فقط 150 درهم تفصيله، والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. طبعا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس، مرحبا بي في المحل ديالنا بالضبط في فاس، واد فاس قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين، انا اون فاس ليا اتوب حرير دبي. واللي خارج فاس ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصلوا معكم، وطبعا كنرسلوا جميع المدن. وكاين كذلك هذا اللوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى اللوينات، هذا كذلك راه يصلح مع البلور واي، يصلح مع البلو الكتريك، يعني لكم الاختيار كيف ما بغيتو ديك الساعه تخيطوه ان شاء الله، تخيطوه ببراندا اولا بنزتيري تبارك الله. التويب ديالو حرير نازل، هذا راه غير كمشي ولبسي شي حويجه كاليتي ما كيتكمش ما والو تبارك الله. التويب ديالو كيبقى مطلوق طروات دي، شي حويجه اخر صيحات الموضه، وشي حويجه كاليتي وسينيه كيف ما عودتكم اتوب حرير دبي، كتعطيكم البضاعه باش كتكسب الكليان، والثقه ديال الكليان دائما هي الاساس عندنا تبارك الله. الوينات كلهم فنين، لوحه فنيه تبارك الله، والوينات فنين، زخرفه الالوان واخر صيحات الموضه كتلقاوها دائما عند اتوب حرير دبي. تبارك الله فيهم هاد الزواقه هادي فيها خمسه ديال اللوينات، وغنشارك معكم زواقه واحده اخرى. وكاينه كذلك هاد الزواقه هادي تبارك الله حتى يجي كتحمق، والوينات فيها فنين. بالنسبه هادي بغيتو ديروها جلبه كديروها، بغيتو ديروها قميص من تحتها من فوق منها شي كريب دو سوا اولا من تحت منها شي كريب دو سوا تبارك الله كيجي كيحمق. والثمن اللي هو جد مناسب فقط 150 درهم تفصيله، والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. وكيف ما قلت لكم التوب ديالو حرير غير كمشي ولبسي شي حويجه كاليتي، والتوب ديالو كيجي نازل مطلوق تبارك الله، كيجي جليلبه كيصلح قميص لكم الاختيار اي لون عجبكم، ما عليكم غير تسكرينوه تصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. وفيهم اللوينات تبارك الله عده الوان، كاين كذلك هذا اللوين هذا، هذا تلبسو مع شي موف مع هلو موطاغ، شوفوا تبارك الله هذا الموف هذا فيولي مع النوار اي لون مع الكري اي لون عجبكم تلبسوه معاه كيجي تبارك الله كيحمق. شوفوا تبارك الله على زخرفه الالوان على الوينات اللي خارجين دابا طوندونس. التوب حرير دبي دائما كتكون في السباقه في التوبات الممتازين والبضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان دائما هي الاساس عندنا. انا ما نقول لكمش 200 درهم كيف ما في محلات واحد اخرين، فقط نقول لكم نربح واحد البركه قليله باش نكسب الكليان. دابا العوائل صار تبارك الله، والناس كلشي كيبغي يتقدى، والناس دابا تبارك الله بالصحه وكنبغيو نساعدو مع الكليان ديالنا، كندير لكم اثمنه جد مناسبه باش كلشي يتقدم عند التوب حرير دبي. شوفوا تبارك الله على اللوينات وعلى زخرفه الالوان، هاد الفيغ كلوغيكس مع هاد الزيتي مع هاد الماغو مع الارضيه ديالو تبارك الله باج،
الولاد تبارك الله كلهم فني والكميه جد محدوده البنات. ايلو نعجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. شوفوا تبارك الله على الوينات وعلى زويوقات الولاد تبارك الله كيحمقوا ويبداو حرير نازل وكيف ما عندكم اثواب حرير دوبه كتجيب البضاعه الممتازه والاثمنه جد جد مناسبه. شوفوا تبارك الله على الوينات الوينات ديال الوقت. شوفوا تبارك الله في داخل في هاد الاورونج مع هاد البيج مع البلونكاسي مع هاد الموف الوينات تبارك الله اللي خارجين دائما لامود والتويبات اللي خارجين دائما الممتازين كنجيبهم كنكونوا حنا هما السباقين كنجيبوا البضاعه الممتازه. ما عليكم غير تسكرينوا وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. والثمن اللي هو جد مناسب فقط 150 درهم التفصيله والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. كاين هاد اللوين هذا هاد الزواقه هذه فيها 7 د اللوينات. كاين كذلك هاد اللوين هذا اللون الثالث وكاين كذلك هاد اللوين هذا وهاد الفخ مع المارو. تبارك الله 7 د اللوينات كلهم لون كينسيك في اللون. شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى اللوينات. ما عليكم غير تسكرينوا وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. فقط 150 درهم والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. هادو ساتاندو سوا حرير امبريمي 3 دي شي حويجه كاليتي والبضاعه الممتازه دائما كتلقاوها عند اثواب حرير دبي. مرحبا. وكاين كذلك الزوقه هذه حتى تبارك الله كيف ما قلت لكم دخلنا عده زواقات تبارك الله اللي خارجين دابا لا مود الوينات تبارك الله فنين وزواقات فنين لا تبارك الله لوحه فنيه وزواقات مزيونين. يعني كنجيبو دائما الجديد والبضاعه الممتازه باش كنكسب الكليان وثقه الكليان. بالنسبه هذا كيف ما قلت لكم ساتاندو سوا حرير امبريمي اخر صيحات الموضه ديال 2022 اللي ربيع وصيف ان شاء الله ديال 2022 شي حويجه كاليتي كنبغيو نجيبو الجديد والبضاعه ممتازه باش كنكسبو الكليان. شوفوا تبارك الله كذلك هاد اللوين هذا شوفوا تبارك الله على التضخيم هاد البيستاج اللي خارج دابا لا مود. شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى اللوينات حرير 100% وشي حويجه كاليتي. يعني الا بغيتي ديريها كجديد ان شاء الله للربيع والصيف يعني التوب ديالو ماشي من داك النوع اللي مزموت شي حويجه كاليتي. واللي مجرب الاثواب ديال حرير دبي راه عارف الجوده والبضاعه الممتازه باش كنكسبوا الكليان. شوفوا تبارك الله على التضخيم ديال هاد اللوينات هادو. شوفوا تبارك الله اللوينات فنين واي لون عجبكم ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. شوفوا تبارك الله على التضخيم شوف اللوينات تبارك الله فنين اخر صيحات الموضه دائما كتلقاهم عند اثواب حرير دبي. شوفوا تبارك الله كذلك هاد اللوين هذا دخل فيه الباج الموطارد وهاد الموف هاد الاوفيرجين مع هاد البلو الكتريك اللوينات تبارك الله فنين. ومرحبا بكم فقط 150 درهم تصل انا ما نقولكمش 200 درهم فقط 150 درهم والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. ومرحبا بكم. وكاين كذلك هاد اللوين هذا هاد الزواقه اللي جاو فيها 5 د اللوينات. شوفوا تبارك الله على التضخيم هاد اللوين هذا الخضيدر ملكي العشاق لهاد اللوينات هادو تبارك الله كيجيو كيحمقوا فقط 150 درهم التفصيله. تصلح جلابه تصلح قميص تصلح يعني جلابه وديروها مع الكريب وديروا الكريب هو التحتاني يعني لكم الاختيار. كنعطيكم دائما الجديد والجوده الممتازه باش كنكتب الكليان وثقه الكليان دائما هي الاساس عندي. وكاين كذلك هاد اللوين هذا شوفوا تبارك الله على التضخيم الوينات مزيونين وعشاق الوريضه تبارك الله كيجيو مزيونين كتجي جليبه كتصلح قميص لكم الاختيار. والبضاعه الممتازه دائما كتلقاو عند اثواب حرير دبي. وكاين كذلك الزوقه هذه شوفوا تبارك الله على زخرفه الالوان الوينات اللي خارجين دابا لا مود الوينات دائما كنعطيكم الجديد. شوفوا تبارك الله على التضخيم والتويب ديالو نازل حرير يصلح جليبه يصلح قميص لكم الاختيار تبارك الله كيجي التويب ديالو نازل. بالنسبه هذا ديرو مع الكريب دو سوا ديرو مع البلوغ اولا الموف اولا الموطارد لكم الاختيار. والوينات تبارك الله كلهم فنين والوينات اللي خارجين دابا لامو فقط 150 درهم التصيله والمتراج 2 متر ونص على متر ونص في العرض. تبارك الله الوينات فنين وزوقات اللي خارجين دابا لامو كتلقاهم عند اثواب حرير دبي. والتويبات مزيونين تبارك الله التويب ديالهم ما كيتكمش يعني شي حويجه حرير نازل كيبقى مطلوق. ومرحبا بكم البنات. وكاين كذلك هاد اللوين هذا تبارك الله جبنا فيهم عده زواقات وما شاركناهمش معكم دابا بقات لنا هاد الزواقات اللي غنشارك معكم دابا في هاد الاخر يعني كبقات منهم غير بياسه بياسه وبغيت نشاركهم حتى هما معكم باش تعرفوا تبارك الله البضاعه يعني الجديد. وتبارك الله السلعه دابا وقتها كتمشى دابا العواشر كلشي تبارك الله دابا كيخيط كنعطيكم دائما الجديد. كاين تبارك الله التويبات اللي كنجيبهم كنبيعهم ما كنلحقش باش هكا نصورهم لكم دابا العواشر كلشي تبارك الله كيبغي يخيط. وبصحتكم وراحتكم الله يدخل علينا هاد العواشر ان شاء الله بالصحيحه وبالسلامه ان شاء الله بطول العمر. وكاين كذلك هاد اللوين هذا
فقط 150 درهم التصيره، والمتر 2 متر ونص على متر ونص. تبارك الله التضخيم دائما كتلقاو عند اثواب حرير دبي، وتحت طلب العديد من الزبناء. تبارك الله هاد الفان ديالي دخلناه، تبارك الله جبتو وعاود الناس تبارك الله داو منه، فيهم خمسة ديال اللوينات فقط حتى هما 150 درهم. كون شاركتو معاكم في السابق، حنا واخا دولا عاد دخلنا فيهم السلعه زايده الثمن، انا ما نزيدش على الكليان ديالي، فقط 150 درهم التصيله. والتوب ديالو تبارك الله حرير، ودابا هاد الزواقه ديال فاندي هيري خرج دابا اخر موديل، فيها خمسه ديال اللوينات، وكاين كذلك النوار سيد الالوان. تبارك الله هاد الزواقه ديال فاندي جبتها وعاودت، تبارك الله الناس حمقاتهم وداو منها وعاودتلي جاو داو منها، كتجي فنة قميص كتصلح جليلبة، فقط 150 درهم التفصيله، والمتر 2 متر ونص على متر ونص في العرض. وكاين كذلك البلو مارين تبارك الله فنين، زواقات جدادين هما اللي خارجين دابا لاموض. ومرحبا بكم البنات، انا دائما معكم مع الجديد والتنوع. ما تنسوناش بالبارطاج وبلايزيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد عند اثواب حرير دبي. وكان كذلك هذاك اللوين ديالو الخامس تبارك الله هذاك ديال الفاندي حتى هو تبارك الله الزويقه ديالو جايه فنه كتحمق. ومرحبا بكم، ما تنسوناش البنات بلاي جيم والبارطاج، وانا دائما معكم مع الجديد والتنوع. وما تنسوناش بشي كومونتير مزيون كيف ما عودتوني بلي كومونتير مزيونين، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.